الأخبار من ATV العدالة وفيها: سمو ولي العهد يشهد مراسم أداء السفراء الجدد اليمين الدستورية. الخالد يوجه بصرف علاوة بدل الطعام لجميع الموظفين المدنيين في الداخلية. وزير الصحة يدشن المرحلة التشغيلية الأولى لمستشفى الفروانية الجديد. منعاً للاحتكار، الشريعان يلغي إلزام التعاونيات بالشراء المباشر من مكان واحد. الفارس يعلن زيادة الكويت إنتاجها النفطي لتلبية الطلب المتزايد. ورياضياً، الإنفاق الضخم يبدأ، نيوكاسل يتعاقد مع مهاجم ب70 مليون يورو. ومن العناوين إلى التفاصيل: استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر، حيث قدم لسموه رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد، حيث أدوا اليمين الدستوري أمام سموه بمناسبة تسلمهم مناصبهم الجديدة. هذا وألقى سموه كلمة أكد فيها أن دولة الكويت رسخت مكانة دبلوماسية راقية وحازت ثقة المجتمع الدولي في دورها المحوري. لقد رسخت دولة الكويت بفضل الله تعالى، ثم التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، مكانة دبلوماسية راقية أقليميا ودوليا، وحازت ثقة المجتمع الدولي في دورها الخارجي المحوري، وجسدت المصداقية الدولية في نهجها السياسي ونزاهة عملها الدبلوماسي، مما أكسبها سمعة ومكانة مرموقتين. في ظل أحداث متسارعة تشهدها بعض دول العالم ونزاعات أقليمية ودولية وأزمات عالمية غير مسبوقة، واقع جديد يعيشه المجتمع الدولي، بات لزاما على سفراء دولة الكويت الجهد المضاعف واليقظة التامة والوعي الكامل، وذلك للمحافظة على مصالح وطننا العزيز وصالح أبنائه، والنأي به عما تشهده بؤر التوتر ومواقع النزاعات من تداعيات. وهذه هي الأمانة التي كلفتم بحملها. إن هذه الثقة وكذلك الكلمة الثمينة التي تفضلتم مشكورا اليوم بنقلها لهي بمثابة النبراس إن شاء الله في عمل زملائي في الخارج، وهي سوف تكون البوصلة التي سوف يعملون من خلالها. نتقدم مرة أخرى إليكم بوافر الشكر، ونعاهد الله سبحانه وتعالى ونعاهد سيدي حضرة صاحب السمو وسموكم يحفظكم الله ويرعاكم، بإن شاء الله أن تكون كل هذه التوجيهات نصب الأعين بما يخدم الكويت وأهل الكويت. شاكر سموك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أصدر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد تعليماته بصرف علاوة بدل الطعام لجميع الموظفين المدنيين بوزارة الداخلية العاملين بنظام النوبات 8 ساعات يوميا، ووجه معاليه بسرعة إنهاء إجراءات الصرف.
دشن وزير الصحة الدكتور خالد السعيد المرحلة التشغيلية الأولى من مستشفى الفروانية الجديد، والذي يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية، وذلك في إطار التوسع في تقديم الخدمات الصحية في البلاد وتحسين مستوى جودتها، تنفيذا لمرتكزات خطة التنمية ورؤية كويت جديدة 2035. وأعرب السعيد عن فخره بإنجاز هذا المعلم الطبي الذي نفذ وفق أفضل المعايير العالمية بتعليمات وتوجيهات سامية، وطبعا تحقيقا لرؤية الكويت 2035. نبدأ اليوم بالافتتاح التدريجي للتشغيل التدريجي لمستشفى الفروانية الجديد. هذا المستشفى اللي صراحة يعني يقارن بأفضل المستشفيات على مستوى العالم من ناحية التصميم والتجهيز. احنا اليوم بدينا تشغيل التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي وعيادات العلاج الطبيعي في مستشفى الفروانية الجديد، والحمد لله يعني المنظر يعني يريحنا ان احنا العمل اللي اشتغلت عليه الدولة ووزارة الصحة على مدى السنوات الآن بدأ يثمر الحمد لله، وسيستمر التشغيل التدريجي خلال الأشهر القادمة بنقل أقسام قسم قسم، النساء والولادة ثم الأطفال وهكذا خلال الأشهر القادمة إن شاء الله. أصدر وزير التجارة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد لشريعان قرارا وزاريا لعودة شراء الجمعيات بشكل مباشر من المزارع الكويتي بهدف دعم المنتج الزراعي الكويتي ومنعا للاحتكار. وسيساهم القرار بشكل مباشر في دعم المنتج الكويتي وزيادة التنافسية في السوق، مما يساعد في استفادة المستهلكين من تخفيض الأسعار وزيادة جودة المنتجات الزراعية المقدمة من خلال الجمعيات. استقبل رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد في مكتبه رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك، يرافقه بعض أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة أهم القضايا التي تهم اتحاد المزارعين والمعوقات التي تواجههم. وأعرب المكراد عن استعداد قوة الإطفاء العام لتذليل أي صعوبات قد تواجه المزارعين، شاكرا جهودهم المخلصة التي تساهم بتوفير وتعزيز ودعم الأمن الغذائي. أغلقت بلدية الكويت أكثر من 85 سردابا مخالفا يتم استغلالها تجاريا في العقارات الاستثمارية ضمن حملتها التي تقوم بها فرقها التفتيشية على تلك العقارات، والتي بدأت في 4 أغسطس الحالي. وقال رئيس قسم إزالة المخالفات بالبلدية عبدالله جابر على هامش جولة قامت بها الفرق التفتيشية في محافظة العاصمة اليوم الأربعاء أنه تم إغلاق سرداب مخالف يتم استغلاله تجاريا في العقارات الاستثمارية بمحافظة العاصمة. تستمر جهود الفرق الرقابية في بلدية الكويت من خلال الرصد والضبط والمتابعة للسراديب المخالفة في نطاق محافظة العاصمة، طبعا من خلال الضبط والرصد اللي حاصل بشكل مستمر وخلال فترة العمل التي أعلن عنها مدير عام بلدية الكويت والمحصورة في مدة 2 شهر، يتم طبعا اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المضبوطة بالسراديب، سواء كانت لمالك العقار أو المستأجر أو مستثمر السرداب. سواء لمالك العقار في حال توجيه لإنذار مبدئي يراجع ومن ثم يقدم التعهد في الإخلاء في مدة محدودة ومعلومة للجهاز الرقابي ومن خلال متابعته. في حال طبعا عدم مراجعة مالك العقار أو المستأجر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العقار من خلال وضعه
في البلوك، وأيضا مخالفة مالك العقار وتتخذ إجراءات القانونية. أما الشق الثاني وهو الخاص في المستأجر يتم طبعا اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتفق مع لائحة المحلات، كون أن هذا السرداب يستخدم لأغراض تجارية يتم تحرير محضر مخالفة محلات وقلق المحل، وذلك لخطورة طبعا التخزين بهذا الشكل العشوائي الذي يؤدي إلى تأثير لا سمح الله على سلامة المنشأة ومن ثم القاطنين فيها. قامت الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع خفر السواحل بحملة تفتيشية على جزيرة جاروه، وذلك لرصد المخالفين لقانون حماية البيئة وتقييم الوضع البيئي بالجزيرة. وقد تم تحرير 3 مخالفات وفق المادة 100 من قانون حماية البيئة، وذلك لرمي سن القارب على الشعاب المرجانية. أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة الخامسة من N2 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، والتي تشتمل على 218 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 19 من أكتوبر 2002. وأوضحت أنه من المقرر أن يكون توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد، الخامس والعشرين 28 من أغسطس الجاري، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 29 من أغسطس الجاري. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء عن تقديم الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قيمتها نحو 3 مليارات دولار لمساعدتها في حربها مع روسيا. وأفاد البيت الأبيض بأن المساعدات العسكرية البالغ قيمتها 2.98 مليار دولار ستتيح لأوكرانيا الحصول على أنظمة دفاع جوي وأنظمة مدفعية وذخائر وأنظمة جوية مضادة للطائرات المسيرة وأنظمة رادار لضمان تمكنها من الاستمرار في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل. وعلى الجانب الآخر، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن العملية الخاصة في أوكرانيا تسير وفقا للخطة وسيتم تحقيق جميع مهامها، مؤكدا أن تباطؤ وتيرة الحملة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين. وأشار إلى أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها يضاعف عدد الخسائر البشرية، مما يطيل أمد الصراع العسكري على أراضي هذا البلد بهدف مواصلة الضغط على روسيا وعزلها. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس أن دولة الكويت زادت إنتاجها من النفط الخام بما يتماشى مع حصتها المقررة البالغة 2.811 مليون برميل يوميا بموجب اتفاقية أوبك بلس، وتماشيا مع التزام البلاد بضمان إمدادات آمنة ومستقرة من النفط إلى الأسواق الدولية. أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية تصدر الراميان عبد العزيز السعد وسارة الحوال التصنيف الآسيوي لرماية سكيت رجال وسيدات، وذلك بعد حصول كل منهما على 1500 نقطة بحسب تغريدة نشرتها اللجنة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. تعاقد نادي نيوكاسل الإنجليزي مع المهاجم السويدي ألكسندر إيساك قادما من ريال سوسيداد الإسباني في صفقة قدرت ب70 مليون يورو إضافة ل5 ملايين كمتغيرات، وأصبحت صفقة البيع هي الأغلى في تاريخ النادي الإسباني الذي سيفقد واحدا من أهم لاعبي الفريق في الموسم الحالي بحسب ما نشرت صحيفة دياريو باسكو الإسبانية.